وين شو الفائده من هي الورشه؟ بالاساس التوجه العالمي، يعني مثل ما شفنا السنه الماضيه حتى ترامب حكاها انه الشهادات المهاريه من ناحيه سوق العمل المطلوبه صارت اهم من الشهاده الجامعيه. عندنا فجوه هون بنلاقيها بين خريجي الجامعات وخريجي المعاهد، انه بالجامعه معظم الكليات الخريج عم يطلع متعلم جميع المفاهيم نظريه ولكن ما اشتغل شيء بايده، بده فتره تدريب اجباريه. بينما بالمعاهد عم ياخذ تدريب يدوي، عم ياخذ كل شيء تدريب بده اياه، بيشتغل بايده ولكن المفاهيم النظريه عم تكون قليله عنده من ناحيه الاداره. فهون اللي بيقوينا بكل شيء هي شهادات المهارات. شهادات المهارات في عدد كبير من الشهادات بتساعدنا بسوق العمل حسب مجال عملنا. هلا هون نحن بنحكي عن الشهادات المهاريه الموجوده في سوريا. هلا في منهم بتعرفوهم، في منهم هلا جديد جبناهم على سوريا، لسه حتى حيكون الاعلان هون لاول مره عنهم، ما سمعنا عنهم لسه من قبل انه رجعوا على سوريا. هون اهميه شهادات المهارات انه هي تضمن لاي شركه انه هذا الشخص اذا نوظفه هي المهاره ممتلكه بشكل كافي. طيب شو الشهادات؟ هلا في عنا ابسط شهاده اللي موجوده عند العالم كلها، هون جميع الشركات مثلا تطلب انه الشخص يكون خريج معه شهاده اي سي دي ال. شهاده الاي سي دي ال الهدف منها فقط انه بيعرف استعمال الكمبيوتر. يعني اذا بدينا ابسط شهادات المهاره هي شهاده الاي سي دي ال. شهاده الاي سي دي ال شو بتتضمن؟ تتضمن المفاهيم الاساسيه بالتعامل مع الكمبيوتر، تقسم لسبع محاور. المحور الاول امان تقنيه المعلومات، بآخر إصداراتها بتحكي عن طرق الأمان عشان حفظ البيانات على الكمبيوتر أو حتى على الموبايل، الأمان الهواتف المحمولة، وثلاثة الأمان بالحوسبة السحابية. أنا عندي ملفات بخزنها على الإنترنت، على جوجل درايف، على الون درايف، على الدروب بوكس، على أي موقع تخزين سحابي كلاود كومبيوتينج، بدي أضمن هون أمان معلوماتي حتى اللي أنا مالي ما عدت مالكها، ما عدت متحكم فيها، موجودة عند شركة وسيطة. هذا المحور الأول. المحور الثاني أساسيات حاسوب، بيتضمن جزء نظري، أجزاء الحاسب، استعمال كل جزء، أنواع الشبكات، فوائد الشبكات، هالحكي المفاهيم النظرية، زائد التعاملات الأساسية مع نظام التشغيل، كيفية تثبيت البرامج، التعامل مع نسخ الملفات، نقلها، هالأشياء. الثالثة هي جداول البيانات، أو عفوا الثالثة الورد بروسيسينج، برامج تحرير النصوص، عن الشغل عن طريق برنامج وورد، طريقة كتابة نص وتنسيقه على اختلاف النص، هل هو إذا كان أنا عم ساوي تقرير بعملية، عم بكتب حلقة بحث، عم ساوي كتاب كامل، حتى طريقة كتابة نص وتنسيقه بشكل كامل لإخراجه النهائي. الرابع هي جداول البيانات بالإكسل، مفهوم جداول البيانات، التعامل مع طرق رسم الجداول البيانية اللي عم تسمى فيها مخططات تشارتس، بالإضافة لأهم الدوال اللي بيستخدموها الأشخاص. الخامس قواعد بيانات، قاعدة البيانات هي مجموعة منظمة من البيانات بشكل يسهل عمليات الترتيب والبحث ضمنها، طرق إنشاء والبحث فيها وتعديلها بسهولة. السادس العروض التقديمية، العرض التقديمي هو عبارة عن مجموعة نصوص وكتابات متتالية تساعد في إلقاء المحاضرات. أنا عندي محاضرة، أحسن ما يكون حكي نظري، ممكن حط المفاهيم اللي بدي اياها بشرائح واحكي عنهم واحده واحده. والسابع والاخير اساسيات الانترنت. اساسيات الانترنت فيها المفاهيم الاساسيه بالانترنت، طرق التعامل معه، شو يعني بروتوكول الى اخره، زائد طريقه البحث عن معلومات وتقييمها، لانه مشكله الانترنت انه مين مكان بيكتب عليها شو ما بده، ما بكفي اني لقيت معلومه موجوده على الانترنت هذا لا يعني انها صحيحه، بيتاكد من صحتها. والقسم الثاني استخدام البريد الإلكتروني، معنى البريد الإلكتروني طريقة التعامل معه. هلأ هدول هالسبع محاور مع بعض، شهادة الـ ICDL هي ما بتعطي مهارة كبيرة، ولكن هي تعتبر شهادة مهارة موجهة للعالم على مختلف اختصاصاتهم. جميع العالم بدي يكون معهم ICDL لأضمن أنه هالأشخاص بيعرفوا استعمال الحاسوب بالخيارات الأساسية، أبسط استعمالات الكمبيوتر بيعرفوها شو مكان مجال عمل الشخص حاليا، اجباري بيستخدم الكمبيوتر. يعني حتى مثل ما شايفين عندنا التوجه باتجاه الحكومه الالكترونيه،
فبيهمنا انه كل شخص يعرف يستخدم الكمبيوتر، من شان معظم المعاملات الحكوميه حتى يجريها باستخدام كمبيوتر او موبايل بدون ما يروح على دائره الدوله المطلوبه يوقف دور ويستنى. هلا هي في من الشهادات اللي ما جبناها لسه بسوريا، في شهاده اسمها الاي سيتيزن، المواطن الرقمي، هي ابسط من الاي سي دي ال. فهون قالوا باعتبار عندنا وحده اشمل ما جبنا الشهاده الابسط. هلا هي الشهاده البسيطه حاليا جميع الوظائف عم تطلبها، وهي العالم كله بتعرف عنها. بيهمني الشهادات اللي بعدها، بدنا شهادات مهارات، في عندنا شهادات مهارات صفيه تعتبر متخصصه. هلا اول نوع من انواع شهادات المهارات، نحن عم نجيب مجموعه شهادات عن طريق شركه اس دي ال فاونديشن. اي سي دي ال فاونديشن عباره عن منظمه بالاساس ايرلنديه ولكن تعتبر حاليا اوروبيه، هي اللي طلعت بمنهج الاي سي دي ال وعممته حول العالم. طلعت مجموعه شهادات اضافيه جبنا منهم حتى الان موجود بسوريا. نحن بدي احكي عن فوائد الشهادات المهاريه الموجود في سوريا. هلا اول شيء في عندي اول شغله، في اربع شهادات متقدمه، هي بعض البرامج موجوده ضمن الاي سي دي ال العادي، اللي هن اول واحد معالجه النصوص. هلا معالجه النصوص العاديه اخذنا فيها كتابه نص، تنسيقه، اني احط جدول، حط صوره، دمج مراسلات، انه يرسل رساله لمجموعه اشخاص مع اختلافات بسيطه، مع تخصيص الرساله لكل شخص. بنيجي بالمتقدم فيها حناخد في انشاء انماط خاصه فيني. النمط هو انا انواع الخطوط اللي بدي استعملها. هي اذا انا عم ساوي كتاب، غالبا الكتب عنوان كل فصل على اختلاف النص المكتوب فيه، على اختلاف هذا العنوان بيكون بنفس التنسيق، بدي نفس نوع الخط، نفس الحجم، نفس اللون، نفس المحاذاه، ضمن كل فصل عناوين الفقرات الى اخره. هدول بعملهم انماط بالبدايه، بصير بختار النمط مباشره، حافظ على تنسيق موحد. اثنين، بناخذ فيها استعمال القوالب. شو يعني قالب؟ القوالب هي عباره عن ملفات فارغه ولكن منسقه. هي انا مثلا عم بشتغل بشركه، قالوا لي نحن بالشركه جميع مراسلاتنا بدها تكون تحوي ترويسه الشركه، بالاعلى حاطط اسم الشركه، اللوجو تبعها، بالاسفل حاطط عنوانها ورقم هاتفها، ضمن الرساله بده يكون نحن مثلا دائما بنستخدم خط ايريال بحجم 12. في عندنا مجموعه تنسيقات اخذينها موحده داخل الشركه، احسن ما كل مره ظبطهم على كل ملف جديد، بحفظهم كقالب، بصير بس اخذ ملف منه بيطلع القالب هون جاهز التنسيقات، ببدا اعبي كتابي. ثلاثه، جداول المحتويات. جداول المحتويات، انا اذا عم ساوي كتاب، اي كتاب بالنهايه له فصل، له فهرس. هذا الفهرس الاندكس مو منطقه اقعد اكتبه بايدي. شو المشكله؟ انا اذا كتبته بايدي بيقعد يلحق كل فقره باي صفحه بديانه وحط رقم الصفحه. بعد فتره اثناء المراجعه عدلت شوي، ممكن ضفت فقرات، حذفت فقرات، ففي بعض الافكار اللي كانت بالفهرس اختلفت صفحتها. مو منطق ضل اكتبها بايدي، بدنا ناخذ بناءها بشكل تلقائي. واخر شغله، طبعا عم بحكي عن المفاهيم الاساسيه الكبيره اللي بالادفانسد وورد، ادفانسد وورد بروسيسنج، معالجه النصوص المتقدمه. اخر شغله هي الماكرو. الماكرو هذا بحط فيه اذا في عندي مجموعه عمليات تتكرر لعده مرات، عمليتين، ثلاثه، خمسه، 10، بدي كررهم اكثر من مره، احسن ما كل مره نفذ العمليه الاولى، الثانيه، الثالثه، تخلصوا جميع العمليات، بسجلهم بماكرو. هذا الماكرو بربطه ام بزر بشريط الادوات، او ممكن حتى احط له اختصار من لوحه المفاتيح، بس اكتبه نفذ جميع العمليات. وعندنا التعاملات المتقدمه مع الطباعه. كيف يعني؟ هلا الطباعه بمحور معالجه النصوص ضمن الاي سي دي ال، ناخذ خيارات للطباعه العاديه اللي هي من ناحيه حجم الورق، اتجاه الصفحه، الهامش. بالمتقدمه غالبا انا الكتب اذا ببعتهم على مطبعه، طيب المطابع لما بيطبعوا في عندي الملزمه عم تكون غالبا 16 صفحه. هدول لما بشوفهم بينطبعوا، مثلا انا عم بطبع كتاب A4، المطبعه بتطبع على ورقه A3 اللي هي ضعفين A4، بيكون عليها اربع صفحات مع بعض. فمثلا الصفحه الاولى والثانيه ورا بعض، نص ثاني منها بيجي 15 16، بعدها 3 4 13 14. هذا الحكي ما بيقعد نسقه بايدي. بخيارات الطباعه المتقدمه بتاخذ فيها كيف انه اقول له هذا الطباعه جهز لي اياها كملزمه مشان بده يروح على مطبعه تسلكهم. فاذا اول شهاده متقدمه بالشهادات المهاريه معالجه النصوص المتقدمه. هدول ما عم بحكي فيه كثير، انا بدي اجي للشهادات الجديده مفاهيمها، هدول مقدمه سريعه بس.
الثانية جداول بيانات متقدمة. هلأ كل شيء فيه كلمة متقدم حيكون فيها القوالب والأنماط بس بينضاف عليها بجداول بيانات متقدمة في بعض الدوال الإضافية طريقة التعامل معها. بالأجزاء اللي أخذنا الدوال اللي بيستخدموها العالم بشكل عام، هون لا بناخذ دوال مخصص شوي، يعني دوال التعامل مع النص شو هي، دوال الشرطية مع حسابات شو هي، الدوال النصوص، دوال المالية من ناحية حساب، هي بده يكون واحد دارس مالي، إذا في عندي استثمار أو قرض لعدد من السنوات بشوف بعد كذا سنة هيك دافع قد ايه صفيان علي إلى آخره. فنوع الدوال إضافية وتركيبهم البعض. الثالث قواعد البيانات. هلا بقواعد البيانات العادية تاخذ إنشاء قاعدة بيانات بشكل بسيط تلبيني بس، ولكن أنا أحيانا بيجي قاعدة بيانات، مثلا أنا حاطط قاعدة بيانات إدارة مشفى، إدارة معهد، إدارة هيك شيء، بتطلع ممكن طلع معي بالبداية بالاي سي دي ال انه هي جدولين فقط، مثلا مستشفى عند جدول للاطباء وجدول للمرضى، وبعدين لما بدي اربطهم ببعض بضطر يطلع جدول تالي. بالمتقدم حناخد اول شيء نظري اساسيات تطبيع قواعد بيانات. كلمة تطبيع normalization يعني التحويل الى الوضع الطبيعي، منشان شو فوائد التطبيع؟ تسريع عمليات البحث، تصغير الحجم وقت الحفظ مشان حجم قاعدة البيانات. ففيها بناخد الطرق المتقدمة بالتعامل، ومن ناحية التطبيع شو بدي عدل عليها. فممكن نفس قاعدة البيانات اللي كنت عاملها 3 جداول تطلع هون 9 جداول، ولكن كحجم تطلع أصغر وعمليات التعامل معها أسرع حتكون. يعني هاي بالنسبة للمستخدم العادي ما بيحس بهذا الحكي، المصمم بيعرف حاله شو اشتغل، أما المستخدم العادي ممكن ما يحس بالفرق نهائيا على الجداول بناء على النماذج اللي احنا حاطينه. الرابع والأخير بالمتقدم هي قواعد البيانات المتقدمة. أهم شغلة فيها الماكرو. ليش؟ بالعروض التقديمية العادية نحن عم ناخذ العرض حامشي فيه بالترتيب، شريحة أولى ثانية ثالثة، بحط حركات بالشرائح، بحط أصوات، بحط فيديوهات، مو مشكلة. بالمتقدم شوف لا، أنا أحيانا مثلا أنا بدي أعمل عرض تقديمي قواعد اللغة الإنجليزية، الشريحة الأولى طالع فيها أسماء القواعد، كل ما أكبس على قاعدة بينتقل على الشرائح اللي بتشرح هاي القاعدة مع أمثلة عليها، وبيرجع للفهرس، ما بمشيهم بالترتيب عشان أختار اللي بدي إياه. هذا الحكي ما بيتاخذ بالمبتدئ. هلا هدول الشهادات الاربعه اللي مسمينها متقدم شهادات مهاريه، بس غالبا مو كل العالم بتحتاجهم، تيجي كل شخص حسب مجال عمله ممكن يحتاج ماده او اكثر، ممكن ما يحتاج ولا واحده بكفي الاي سي تي ال. نيجي بعدين على الشهادات المتخصصه، هي اللي صارت كل شهاده مستقله عن الاخرى وإلها عمل لحالها. اكثر شهاده فيهم علي طلب حاليا وهذا سبب نجناها فيها، الشهاده ديجيتال ماركتينج، التسويق الرقمي. شو المقصود بالتسويق الرقمي؟ انا عندي عمل، العمل تبعي شو مكان مجال عمل بغض النظر عنه، عندنا موقع انترنت، عندي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، لينكد ان، تويتر، انستغرام، فليكر، يوتيوب، قناه الى اخره، بدي سوق عليهم للمنتج تبعي، بدي اشوف اساسيات التسويق، شو المعايير المفروض اتبعها، شو احسن طريقه لاضمن تفاعل كبير وزيد عدد اكبر من العالم من التفاعل، لزيد الوعي بالمنتج اللي انا بقدمه او بشركتي، حتى بالعلامه التجاريه، بالاسم، انا عندي معهد عم اقدم خدمات تدريبيه، بدي ارفع اسم معهد يسمع فيه العالم. فهون هذا الحكي له قواعد، هاي القواعد ناخدها اول شيء كنظري، ثم القسم الثاني ادارتهم. شو قصدي بادارتهم؟ معظم الشركات لا تكتفي بوجود على الانترنت واحد. شو يعني؟ انا ممكن عندي موقع للانترنت خاص بالشركه، عندي صفحه فيسبوك، عندي حساب لينكد ان، عندي حساب تويتر، عندي قناه يوتيوب، انه عندي اكثر من وحده، بدي اديرهم كلهم بنفس الوقت وحللهم، بحيث انا كل ما نشرت منشور على احدى هذه الشبكات المنشورات تكون نفسها اكيد لا، في اختلافات بيناتهم، في منشورات تكتب على اكثر من منصه، في منشورات تختلف بين منصه واخرى، هي خصوصياتها، هي تنحكى بشهاده التسويق الرقمي. فحاخذ ادوات لادارتهم كلهم دفعه واحده، انه يعطي كل منصه من منصات الرقميه شو عم جيب لي تفاعل، شو مدى تفاعل الناس معها،
كيف فيني حسنه، وين اجى، تفاعل عليها بسيط قليل بدي ارفعه الى اخره. فهي اولى شهادات المهارات، وليش مطلوبه؟ يعني من السنه الماضيه وبسبب اوضاع الحجر بمعظم دول العالم، لجأت كثير من الشركات لغت سياسه التسويق العاديه، خاصه فتره الحجر. مع في ناس كثير ما عاد نزلت على الاسواق تتجول تشتري الشيء اللي بدها اياه. فصار انا كشركه بهمني انشر اسمي يصل للعالم، بدي اسوق لهم ماركتي، منتجي، الخدمه اللي بقدمها، تقدر كلها قدرت اتعامل معهم بشكل عن طريق اني. فهذا التسويق ضمن التسويق الرقمي يقسم ل، فيني اعتبره 1 2 3 4، اربع محاور اساسيه. التسويق عن طريق الموقع، كيفيه اداره الموقع الخاص بالشركه واساسيات التسويق عليه. اثنين، منصات التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قلت فيسبوك، تويتر، لينكد ان، فليكر، يوتيوب الى اخره. ثلاثه، تسويق عبر البريد الالكتروني. هلا انا اذا ببعث رساله اعلانيه لمجموعه من الناس، هون معظم مزودات خدمه البريد الالكتروني حتعتبر هالرساله اذا مبعوثه لعدد كبير من الناس هي رساله سبام، بريد غير مرغوب فيه. ففي معايير بدي اتبعها مشان اضمن استقبال الاكبر عدد من الناس، ما تروح على السبام. وفي عالم كثير السبام ما بتشوف شو اجى عليه، حتى لو جايب الغلط بيعصفوهم كاملين. بدي احاول اضمن انه حملتي التسويقيه تصل للعالم على الانبوكس، على علبه الوارد، وليس على البريد غير المرغوب فيه السبام. والقسم الرابع والاخير، التسويق عبر التسويق المحمول، انه التسويق عبر الهواتف المحموله، عبر تطبيقات او مواقع مخصصه للموبايلات، باعتبار الكمبيوترات مو كل الناس عندها كمبيوتر، ولكن موبايل جميع الناس تحمل موبايلات، فبدي استهدفهم عن طريقه. ميزات كل واحد، طرق الاستهداف، تحديد الفئه المستهدفه، مين الاشخاص اللي انا بدي اياهم يصلوا الاعلان تبعي، بالاضافه لتقييم الحمله التسويقيه تبعي. يعني انا كنت حاطط مجموعه منشورات بدي انشرهم على هالمنصات لوصل مثلا الهدف زيادة الوعي بالمنتج تبعي، بدي أشوف بعد شهر هل زاد الوعي، نشر علامتي التجارية هل انتشرت بمكان أكبر، بدي أقيم الحملة من شان إذا كانت ناجحة خلاص أنا أساليبي صحيحة أضل باتباعها لاحقا، إذا كانت فيها مشاكل حلل وين المشاكل اتلافاها بالأقسام اللي بعدها. فإذا أول شهادة عندي إياها متخصصة هي التسويق الرقمي، ديجيتال ماركتينج. الثانية من حيث الأهمية، أنا قلت عم رتب حسب أهميتهم. الثانية داتا أناليتكس، تحليل بيانات. شو المقصود بتحليل البيانات؟ هلأ أنا مجرد ما عم فوت على أي منصة، يعني مثلا بيعمل حساب فيسبوك، قال اكتب اسمك، اكتب إيميلك، اكتب رقم هاتفك، وأنت بأي بلد. راح تطلع شريحة هاتف محمول، بدي رقم موبايل جديد. نزلت على شركة اتصالات قلت لهم بدي رقم موبايل، حيسألني مجموعة أسئلة بيناتهم غير اسمك وتاريخ ميلادك وعنوانك، حيسألني عنوانك، دراستك، شو مجال عملك. هلأ هذا كله بفيد بعدين بإني وصل لهم، نرجع للديجيتال ماركتينج، وصل حملة تسويقية استهدف الأشخاص اللي بتناسبها هالخدمة أو هالمنتج. المشكلة بالشركات الكبيرة أو مثلاً سوبر ماركت كبير، عندي عالم كثيرة عم تدخل بشكل دائم وتأخذ معلومات، حجم البيانات بيكون هائل. لو أنا مخزن أسماء الأشخاص وبياناتهم، كل شخص كل مرة أخذ من عندي إحدى الخدمات أو أحد المنتجات شو أخذ، بتحليل البيانات أنا بدي أقدر حلل منهم، شوف العادات مثلاً التسوقية تبع كل شخص، شو المنتجات اللي بتهمه، أنا جبت منتجات جديدة أو خدمات جديدة، شوف مين اللي ممكن يهتم حسب المنتجات الثانيه اللي اخذها، مشان ابعت استهدفه بالتسويق تبعي. يعني تحليل البيانات لحاله ما بيفيد، قسم التحليل عطى لقسم التسويق انه هدول يستهدفون بها المنتجات اللي لها علاقه بهالموضوع، هدول بهالموضوع، هون هي لشهاده وهي لشهاده. طيب انا ممكن اخذ تنتين، ممكن، بس غالبا انا خلال عملي حركز على وحده، الثانية بيكون مجرد معلومات عنا مشان أعرف القسم المختص بهالقصة له شو يركز لي، شو طالع لي من التحليل تبعه. الشهادة اللي جاية بتحليل البيانات حتكون أكيد مفاهيم نظرية، شو معنية، شو فوائد إلى آخره، زائد استخدام برنامج
مايكروسوفت اكسل، اكسل انا بعرفه، جداول البيانات شايفه بالاوفيس نزله عندي. الباور بي اي مو سمعان فيه من قبل انا هذا البرنامج. هذا البرنامج نزلته شركه مايكروسوفت جديد، المخططات تبع الاكسل والبايفوت تيبل والبايفوت شارت، المخططات المحوريه والجداول المحوريه بالاكسل، هي عباره عن جداول او مخططات التحويل فيها بسيط كثير، تستخدم لتحليل البيانات مشان استخلص منها المعلومه اللي بدي اياها، التعامل معها اسهل. هي بتمر مثلا الاكسل المتقدم، ولكن فيها خيارات اكثر ضمن برنامج باور بي اي. انا بصدرها لهني، برنامج باور بي اي ما بكتب فيه المعلومات مباشره، اذا بدي ممكن استورد اما من قاعه بيانات او من جدول بيانات، يعني فيني اخذ من اكسل، فيني اخذ من اكسس المعلومات عليه مشان احللها، وصل لنتائج تحليل حسب السبب تبع التحليل، باخذ بستفيد من التحليل تبعي. في عندي الايمج اديتنج، تحرير الصور، هي استخدام برنامج فوتوشوب. شو هو برنامج فوتوشوب؟ الفوتوشوب عبارة عن برنامج تحرير صور، بمعنى أنا ممكن استخدمه لرسم صور أو التعديل عليها. هلأ ما في مصور محترف إلا بيعدل الصور بعد ما يصورها. ليش؟ هلأ بالزمانات كنت أنزل عند المصور أيام، مثلا أنا بدي أخذ صورة شخصية لجواز سفر، ممكن أنزل عند المصور يصورني 4 أو 5 مرات لتزبط صورة منهم، بعدين بيسحب لي عنها. هلأ المصورين بلاقي أخذ لقطة، بعدين بيعدل عليها، ممكن إضافة ألوان، حذف، تفتيح شيء، تغميق شيء تاني، أبسط شغلات. في عندي العين الحمراء، أحيانا كثير بالصور بلاقي الأشخاص طالع لون عين حمراء بدل ما يطلع لون عين أصلي بسبب الفلاشة مع عينه على لون أحمر، رجع له لون العين الأصلي. فالإيميج إيديتينج عبارة عن شهادة أساسيات استخدام برامج تحرير الصور، تعامل مع برنامج فوتوشوب. الشهادة الرابعة الويب إيديتينج، تحرير صفحات ويب. هاي أنا بدي أعمل موقع إلي على شبكة الإنترنت، ما في شركة إلا وعاملة لحالة موقع. طيب هذا الموقع في عالم مختص آليات استخدمها، يعني هو يعتمد على بالأساس HTML XML، حط فيه جافا سكريبت إلى آخره. هل هاي المصطلحات البرمجية أنا ما بعرفها، هالدورة تحرير صفحات الويب هيبدأ بالمصطلحات البرمجية الخاصة بمواقع الإنترنت، ميزة كل عنصر في صفحة الإنترنت، لشو يستعمل، شلون المفروض أقسم صفحتي، شو الأجزاء اللي تكون فيها، شو نسبة كل عنصر من العناصر، شلون وزعهم بالصفحة، وكيفية إدارة الصفحة لاحقاً. وحيستخدموا فيها برنامج أدوبي دريم ويفر. ميزة استعمال هالبرنامج توفر علي تعلم لغات برمجة HTML و CSS و JavaScript، لأنه فيه عبارة عن كودات جاهزة، أنا بطلب شيء كأني عم برسمه رسم وهو بيكتب لي الكود المناسب له بدون ما أكتب الكود بإيدي. حاضطر ممكن أعدل شوي، بس بهالحالة التعديل ما لي مضطر أتعلم لغات برمجة مواقع بشكل كامل. الشهادة اللي بعدها في عندي إدارة المشاريع عن طريق برنامج مايكروسوفت بروجكت. شو يعني إدارة المشاريع؟ هلا أي شركة بالنهاية عندها مشروعات خاصة فيها تعمل الشركة. أي مشروع أنا بدي أساوي، يجي أبسط الأشياء، أنا بدي أبني بناية، خليني إذا واحد مو مختص إدارة مشاريع، بناء البناية شو بيتضمن؟ أول شيء أنا بدي مخططات للبناية، كم طابق بدها تكون، شلون تقسيمات كل طابق. بعد ما حط المخططات تبعها بدي ادرس كمان شو بدها مواد اوليه، قديش بدي حديد، قديش بدي شمينتو، قديش بدي كذا، قديش بدي اشخاص يشتغلوا فيها. بعدها خلصت مرحله التخطيط بيبدا مرحله التنفيذ، بتبدا العالم تشتغل. هلا برامج اداره المشاريع بيجي حتى العمل. طيب العمل يقسم لعده اقسام، مثلا انا بدي ابني بنايه، اجباري اول شيء بدي اعمله احفر الاساسات، ما فيني اعمل شيء قبل ما احفر، اجباري تنزل تحت الارض لو انا ما عندي ابو مشان الاساسات. بعدها بدي ابدا صب الاساسات. فهون انا برامج اداره المشاريع باخذ اي مشروع يقسم لعدد من المراحل، برسم المخططات الخاصه فيها، جانت تشارت ونتورك تشارت،
هن مخططين بيعطوني ترتيب المراحل، كل مرحله امتى تعمل، انه هي المرحله ما بصير اشتغلها غير لتخلص المرحله الاولى، المرحله اللي قبلها. كل مرحله من المراحل شو بدها موارد، شو بدها اشخاص، قديش بدها مده تنفيذ حسب التخطيط تبعي. وممكن عن طريق برنامج اداره المشاريع شوف اذا صار عندي تاخير باي مرحله لاي سبب، شو حيسبب، شو حيأثر على تاريخ نهايه المشروع، انه هل ما اثر بقدر اتلافاه ضمنه ولا مضطر اتاخر بتسليم مشروعي. في اداره المشاريع مشان اقسم المشروع تبعي الى مراحل واحدد اقسام كل مرحله متطلباتها لحد ما اصل للتنفيذ بشكل صحيح وتحليله. الشهاده اللي بعدها في عندي الفاينانشال سبريد شيتس، جداول البيانات المحاسبيه. هلا هي تفيد خريجين المحاسبه، ليش؟ طيب انا خريج محاسبه عم بشتغل بشركه، ما في شركه الا عندها برنامج محاسبه خاص فيها. اذا انا منزل برنامج من البرامج الشهيره، امين، رشيد، خازن، اداري، سهلي، بيتش تري، كويك بوكس، شو ما كان، او عامل برنامج محاسبي مختص بشركتي، مبرمج خصوصي لي. بس هلا اذا انا اخذ برنامج عام، برنامج عالمي ومخصصه لشركتي، مشكله البرامج المحاسبه انها عامه. شو قصدي بعامه؟ يعني التقارير اللي فيها، التحاليل، اي شيء بيطلعوا منها هو موحد لكل الشركات. ايام كل شركه لها خصوصيه بدي تقارير خاصه ما تدعمها البرامج. فبجداول البيانات المحاسبيه انا بدي اخذ طريقه انه حخرج من برنامج محاسبه بيشتغله بالشركه تبعي، بطلع ميزان المراجعه. ميزان المراجعه هو عباره عن شيء محاسبي بيعطيني جميع مداخيل الشركه وجميع مصاريفها، بحيث اصل هو هذا بيكون متوازن، مجموعه صفر، بس فيه بحسب الربح او الخساره بشكل كامل. طيب انا منه بدي احلله، طلع القوائم الماليه، قوائم دخل، قوائم ربح، قوائم الى اخره. هدول في برامج محاسبه ما بتدعمهم، بدي اخذ تحليلات اعلى، فباخذها عن طريق برنامج اكسل. هاي الشهاده اللي بعدها. شهاده غيرهم، في عندي شهاده الحوسبه. الحوسبه برمجه، هون عم تكون باستخدام لغه البايثون. البرمجه هدف منها انا بدي اشتغل اي شيء، بدي اعمل تطبيق جديد للموبايل او برنامج جديد على الكمبيوتر. غير البرامج العامه اللي ممكن انا انزلها، بدي اعمل برنامج مخصص خاص فيني انا بدي اسوي. شو ما كان، تطبيق لشركتي، ولا انا بدي اعمل لعبه عم سوق، هي بحط فيها دعايات لي، اي برنامج بدي اسوي. طب بدي اتعلم لغه برمجه. فشهادة الحوسبه بنبدا فيها اول شيء باساسيات الحوسبه، معنى البرمجه، ميزاتها، شو هو التفكير البرمجي، طريقه تقسيم المشروع البرمجي، شلون ببدا فيه، شلون بخطط له، ثم تطبيقاتهم بلغه البايثون. ليش مختارين لغه البايثون؟ البايثون كلغه برمجه تعتبر من لغات البرمجه الحديثه، طلعت عام 1980. طيب انا اذا عم طلع 1980 لغه برمجه عمرها 41 سنه، شو الجديد اللي فيها؟ هلا عم اقول نظريا بين لغات البرمجه هي لغه حديثه، بس لغه البايثون لما طلعت الهدف منها كان تبسيطها. هي لغه طالعه مخصصه لتعليم الاطفال البرمجه، انه بسيطه لدرجه فيني اعلم اطفال عليها. طيب انا بدي اعلم اطفال على لغه البرمجه، هي اللغه بسيطه. طيب اذا لغه اطفال انا ليش لا اتعلمها هلا؟ ليش شركات بتطلع بالعالم هلا ترند بلغات البرمجه هو البايثون؟ ميزه هاللغه انه لها مكتبات اضافيه بتعلم التعامل معهم، كيفيه استخدام كل مكتبه. شو قصدي بمكتبه؟ انه حضيف تعليمات زياده مو من اصل اللغه، بتسهل علي انشاء البرنامج النهائي. ففي مكتبات مخصصه للذكاء الصنعي. شو الذكاء الصنعي؟ يستخدم لخلي الكمبيوتر يفكر او يعمل كانه تفكير مثل البني ادم، يحلل البيانات اللي قدامه. فإلى مكتبات خاصه بالذكاء الصنعي، إلى مكتبات خاصه برسومات ثلاثيه الابعاد، فصار ممكن استخدمها ببرمجه الالعاب الى اخره. غيره صفيان عندي لسه في شهاده
الاونلاين كولابريشن، التعاون عبر الانترنت، شو المقصود فيها؟ هلا استخدام الانترنت يقسم لقسمين، يعني الانترنت العادي اللي مرق بالاساسيات الانترنت وتقييمها، وفي عندي وارسال بريد الكتروني، وفي عندي التعاون، هي استخدام برامج تعاونيه عبر الانترنت. مثل هلا هون نحن عم نشتغل على منصه زوم، هلا هي بتتسمى منصات مؤتمرات عبر الانترنت. نشوف شو معنى مؤتمر عبر الانترنت، البرامج بتستعمله، ميزات كل وحده، كيفيه التعامل معها. اثنين، تخزين السحابي، اذا خزن معلومات على جوجل درايف، على الون درايف، على دروب بوكس الى اخره، شو ميزات هالخدمات وكيفيه استعمالهم. ثلاثه، في عندي برامج تعليم باستخدام الانترنت، مثل عندي من جوجل دات جوجل كلاس روم، انا فيني اعمل دروس اونلاين. شو فرق عن المؤتمرات؟ في عندي ادوات للشرح بحتاجها، مثل انه انا بدي احط سؤال الله اخذ اجابات. بالمؤتمرات ممكن نحتاج نحن انه ملف واحد عم نشتغل عليه اكثر من شخص، عرض في شخص ثاني بعيد عني بس نشتغل نحن بنفس الشكل، نعدل بنفس الوقت على نفس الملف. هذا الحكي بالاونلاين كولابوريشن. والشهاده الاخيره من اس دي ال فاونديشن اللي جبناها هي التصميم، برنامج تصميم الاوتوكاد. الاوتوكاد هو برنامج تصميم هندسي لبناء اي شيء هندسي، بيدعم رسم ثنائي الابعاد وثلاثي الابعاد. الشهاده الموجوده حاليا فقط بثنائي البعد، بدي ارسم مخطط لاي بناء، اي مؤسسه، اي شيء، نشوف اساسيات الرسم الهندسي، شو معنى التهشير، شو معنى المنظور، الفرق بالمنظور بين منظور عين النملة وعين الطائر، كل واحدة شلون بيعتمد عليها، هالأشياء الأساسية واستخداماتها ببرنامج الأوتوكاد. هلا هدول مجموعة شهادات مهارات تقدم من شركة SDL Foundation، جايبينهم بسوريا عن طريق جمعية معلوماتية، فهدول موجودين ممكن أقدمهم أنا بسوريا عبر أي مركز مرخص. ميزتهم هلا هالشهادات، أنا في برنامج بعرفه ممكن بس اقدم الامتحان بمركز مرخص باخذ شهاده تثبت اني بعرف هذا، او ممكن اتبع دوره باي معهد ما عندي مشكله. بس هون هي فائده هي الشهادات المهاريه الموجوده. هلا هي الشهادات يمكن في كتير بيعرفوها لانه اعلنوا عنهم كتير الجمعيه المعلوماتيه بسوريا، انه هي شهادات من شركه ITL ومستخدمه ورائجه في العالم جبناها، ولسه في بقيه شهادات ستاتي تباعا. يعني لسه في شهادات حول الذكاء الصنعي، حول البلوك تشين. شو البلوك تشين؟ هي لما بنحكي على العمله الرقميه، العمله الرقميه هي العمله منين طلعت، مين طلع اول واحد، شلون تنقلت بين الاشخاص، لا نلحق المال هذا منين اجى، هي تستخدم اساسيه البلوك تشين مشان كمان مكافحه تبييض اموال. يعني هلا هون في مفاهيم جديده، الاي او تي، انترنت اوف ثينجز، عندنا المنازل الذكيه، انا ممكن يكون عندي براد ذكي، غساله ذكيه، مكيف ذكي، البيت الذكي. أنا مثلاً بحط له أنا حأرجع من عملي الساعة 6 مساءً، بدي تكون درجة حرارة البيت 23، لحاله بشغل المكيف بحيث يطلع هيك، بدي درجة حرارة المياه 25، بدي بعطيه هدول. بس كله هون هالأدوات بتتصل بالإنترنت، إلى أساسيات بالتعامل معها، فهي اسمها إنترنت الأشياء، كمان إلى شهادات حتيجي. هلأ هدول كلهم من SDL Foundation. نيجي على القسم الثاني من الشهادات المهارات المطلوبة، في مجموعة شهادات دولية. هلأ ميزة ICDL ما وقفت بسوريا إنها إيرلندية، معظم شهادات المهارات الأخرى كانت شهادات أمريكية. يعني في عنا شهادات تقدمها شركة برومتري، إذا من شهادات السيسكو أو مايكروسوفت أو كومتيا أو إلى آخرها، اللي بيجي على تقسيمات الشهادات هاي. هدول الشهادات لأنها أمريكية من 2008 قانون محاسبة سوريا انحظرت على سوريا، ما عاد فينا نقدم هون امتحانات هاي. صارت اذا الشخص تعلم اي مادة فيهم بده الشهادة، يضطر يطلع مثلا يقدم الامتحان بلبنان، بالاردن، بتركيا، بيطلع يقدم امتحان بدولة اخرى. هلا هدول ضمن اتفاقية جديدة حيتم الاعلان عنهم بسوريا ان شاء الله بعد العيد، حيكون في امتحانات داخل سوريا. هدول شهادات المهارات
شو موجود فيهم؟ في عندي هون بدنا ناخذهم شركه شركه. يعني انا بحكي مثلا عن شهادات شركه سيسكو. شركه سيسكو مختصه بالشبكات، فهون اسماء دوراتها اذا سي سي ان اي، سي سي ام بي، او حتى بتقسيماتهم سي سي ان اي وايرلس، سي سي ان اي فون اي بي فون، سي سي ان ان اي سكيورتي، ونفسهم ان بي، هدول كل شهادات لاداره الشبكات. فانا في عندي الشهادات العامه، اول شهاده فيهم اداره شبكه هي شهاده سي سي ان اي العامه. هون انا عم باخذ اساسيات الشبكه، معناها طريقه التعامل مع السويتش والراوتر، شو طبقات بروتوكولات السي بي اي بي، تي سي بي السبعه والاي بي الاربعه، كل طبقه لشو تستعمل، شو الفرق بين السويتش والراوتر والبريدج والهب، كل واحد شلون استعمالاته، شلون بديره. اذا عندي الشركه عدد موظفينا 200 شخص، شلون بحط عناوين الاي بي، هي العناوين اللي بضمن لك، عم حدد كل شخص هذا انه هذا الرقم هالكمبيوتر لفلان، بعرف لما فات على الشبكه هذا هالكمبيوتر اللي دخل، شلون بدي اديرها اذا كانوا عندي شركتي 10 اشخاص ولا اذا كانوا 10,000 شخص. هي المفاهيم الاساسيه. في عندنا السي سي ام بي لسه مطوره اكثر منها، بناخذ خيارات اكثر، بس بيجي على التخصص فيها مثلا سي سي ان اي وايرلس، بناخذ باساسيات اذا كان الوصل عندنا لاسلكي، اداره شبكات لاسلكيه بشكل كامل مع الامان مع كل شيء فيه. سي سي ان اي سكيورتي، خيارات الامان كامله بحيث انا عندي سيرفر عليه معلومات الشركه كامله والشركه موجوده، بدي اضمن الموظفين يدخلوا حتى خارج اوقات دوام، بدي اسمح لهم يدخلوا من برا، في موقع الشركه انا حاطه على سيرفرات عندي، ففي عالم عم يفوت باي وقت. طب بدي اضمن الامان انه ما يفوت واحد يسرق معلومه مو مسموح له يشوفها. السي سي ان اي اي بي فون، هلا التليفونات عندنا تعمل عن طريق شبكه الاتصالات، عم نرد خطوط هاتفيه، بحط تليفون لاحكي فيه. في عندي كتكلفه ارخص اني احكي مكالمات هاتفيه عبر الانترنت. هلا هي تتضمن سرعه انترنت فقط، انه يكون عندي انترنت ويكون عندي اي بي فون، واكيد تجهيزات، في سيرفر بدي يدير اعداداته انه يدير تليفون، حتى كل واحد له رقم مثل الارقام الهاتفيه العاديه، بس لما عم بتصل هذا مو موصل عن طريق خطوط هاتف، موصل عن طريق خطوط شبكه وعلى سيرفرات. اداره الاتصالات الهاتفيه باستخدام الانترنت، في عندي كمان شبكه سي سي ان اي الاي بي فون. فهون مجال شركه سيسكو كلها بمجال الشبكات فقط. اذا نيجي مثلا على شركه مايكروسوفت، شركه مايكروسوفت عندها هالاشهر شهاده الام سي اس اي، انا فيني اخذ فيها اما مجال برمجي او مجال شبكات. فهي مهندس نظم معتمد من شركه مايكروسوفت، فيها 7 امتحانات، 4 اجباريات و3 اختياريات. بالاجباريات باخذ اساسيات الشبكه، البنيه التحتيه تبعها، اداره نظام تشغيل ويندوز ككلاينت وكسيرفر، يعني من ناحيه كمدير وكمستخدم عادي، والاكتف دايركتوري، وطريقه تقسيم المستخدمين ضمن الشبكه. هلا دول شهادات عامه، بس ضمن في عندي بقى التخصص 3 شهادات متخصصه ممكن اخذها ببرمجي عن طريق احدى لغات البرمجه الخاصه بشركه مايكروسوفت، فيجوال بيزك دوت نت، فيجوال سي شارب، فيجوال سي بلس بلس الى اخره. ممكن اخذها بمجال قواعد البيانات على الاس كيو ال سيرفر مشان بناء قاعده بيانات خاصه بشركتي وادارتها بشكل كامل. ممكن اخذها كمل بشبكات لسه اداره متقدمه للسيرفرات. فهون هي مايكروسوفت عامله تنويعه مبرمجين او شبكات او اداره قواعد بيانات. بيجي غيرها شركه كومتيا. كومتيا عاملين مجموعه شهادات مبتدئه في المهارات، معظمهم مسمينهم بكلمه بلس. يعني عندي شهاده انترنت بلس، هي اساسيات استخدام الانترنت، شهاده نتورك بلس اساسيات شبكات، شو معنى شبكه، شلون بوصل الكبلات، شو الفرق بين الكبلات بين الكوأكسيال والهي، انواع الكبلات المختلفه، شو الفرق لما بيقولوا لي كات الفئه انه هذا كبل كات 5 اي كات 6 كات 7، شو الفرق بين
كل فئة والتانية ميزاته مساوئه وطريقة توصيلهم. بس هون توصيل الشبكة مو إدارتها، سي سي ان ايه او ام سي اس اي عم ياخذوا إدارة الشبكة. هي تعتبر أساسيات بتمر هنيك كفصل بكل مادة منهم، بكتاب بكل مادة. أما هون كل تفصيلاتها البسيطة الأساسية. عندهم شهادة A بلس. A بلس هي شهادة معمارية بصيانة الحواسب وطرفياته. الحواسب، أنا عندي كمبيوتر فيه مشكلة، بدي فكه، حدد وين المشكلة، بدل القطعة المضروبة، ارجع ركبه، حط التعريفات تبعه. وصيانة طرفياته، المقصود طابعة، سكانر، إلى آخره، فيهم مشكلة أقدر أعرف وين المشكلة فيها وعالجها. مو بس إني أعرف وين المشكلة، إنه إذا في قطعة مضروبة، هلا ممكن أنا ما حصلحها إذا ما دارس إلكترون ولا أدور أي مكثفة المضروبة أو أي أي سي، بس في أقسام قطع كبيرة إنه بعرف هي القطعة مضروبة، بوديها عند شخص تصلحها أو بشتري قطعة جديدة وبركبها، أعرف فك وركب. بالإضافة إذا الأعطال برمجية، مشكلة تعريفات، مشكلة نظام تشغيل، أقدر أعالجها بشكل كامل. فبشكل عام كومتيا دائما شهادات مبتدئة. بيجي على شركة أوراكل، عنده شهادة الـ OCP، إدارة قواعد بيانات خاصة بشركة أوراكل. طب شو الفرق؟ أنا عم بقول في عندي بالـ SDL أكسس، مايكروسوفت عندها غير الـ أكسس SQL سيرفر، هون في عندي الأوراكل. في فرق بيناتهم؟ إيه في فرق. قواعد بيانات بشكل عام هن كلهم الهدف منهم تخزين بيانات والبحث فيها والوصول إليها بشكل سريع، ولا تختلف أن الأكسس مخصص للأشخاص والشركات الصغيرة، بينما الأوراكل والإس كيو إل سيرفر مخصص للشركات المتوسطة. شو بيفرق؟ أول شيء حجم البيانات اللي بتقدر تعالجه. يعني بالأكسس أنا صار عندي مليون سجل، صار البحث فيه بطيء كتير، مو بيقول ما بيقدر يدعم، بس بدل ما أنه عم ببحث عن شيء ضمن قاعدة بيانات ترجع لي البحث بأجزاء من الثانية، صار بياخد دقيقة أو دقيقة وشوي. بينما الـ SQL Server والأوراكل مخصصة للشركات المتوسطة، فبتتعامل مع الـ 100 مليون سجل بسرعة. اثنين، عدد المستخدمين اللي بيدخلوا على قاعة البيانات بنفس الوقت. أكسس ما بتدعم أكثر من 20 شخص يدخلوا بوقت واحد فاتحين قاعة بيانات. طب إيه بدنا نستخدم إنه أكثر من شخص يفتحوا نفس قاعة البيانات؟ كمثال العالم كله شايفته، شركات الاتصالات، انا عندي خط موبايل، عندنا هون شركتين، اذا سيريتيل ولا ام تي ان. طيب انا عندي خط من سيريتيل، علي فاتوره. طب في اكثر من مركز خدمه، وكل مركز خدمه فيه كذا موظف، اذا بروح بدفع الفاتوره عند اي موظف باي مركز، بكون موصي واحد يدفع لي اياها، راح على مركز بعد دقيقه، بعد ثواني قال له بدي ادفع الفاتوره، قال له مدفوعه. ليش؟ لانه كلهم فاتحين نفس الملف. فهون انا ايام بحتاج اكثر من 20 شخص عم يفتحوا نفس قاعدة بيانات ويخزنوا عليها. هاي الاكسس ما بيدعمها، صار يروح لشركات متوسطة، اوراكل او اس كيو ال سيرفر. فلهالشيء في شركة اوراكل عندها شهادة الاو سي بي، مثل في عندي من فوتوشوب. فوتوشوب شركة ادوبي عندهم شهادات بالفوتوشوب والالستريتر خاصة فيهم. طيب هلا قلت في بالاي سي دي ال المتخصص من شركة اس دي ال فاونديشن في شهادة الفوتوشوب، وفي من شركة أدوبي شهادة تانية بالفوتوشوب. في فرق بيناتهم؟ إيه في فرق. الفرق شو؟ اللي من الإس دي إل فاونديشن هذنك بيجيبوا الشهادات المبتدئة، إنه هاي شهادة الفوتوشوب من شركة أدوبي تضمن إنك تعرف أكثر من 80% من استعمالات البرنامج، وبتقدر تعمل معالجة للصور بشكل سليم عليهم. نفس الشيء عندهم على برنامج الاستريتر شهاده. طيب شو الفرق بين الفوتوشوب والاستريتر؟ عم اقول برنامجي من نفس الشركه واثنين لمعالجه الصور. هلا هون الفرق بيناتهم انه برنامج الفوتوشوب مخصص لمعالجه الصور النقطيه، بمعنى انا اي صوره عم برسمها هي تعتبر بالنهايه نقطه نقطه. انا حاطط نقطه خضراء جنب نقطه زرقاء جنب نقطه حمراء الى اخره، ترتيب الالوان جنب بعض هالنقط شكلت صورة. مشكلتها هاي الصور أنا إذا رسمها بحجم بحاول تتشوه، بينما
الإليستريتر بيعامل مع الصور المتجهية. شو يعني؟ لما عم برسم خط هو ما عم يرسمه نقطة نقطة، عم ياخذ انه هون من هذه النقطة إلى هذه النقطة في خط بلون أزرق، من هون لهون في خط بلون أحمر، فكل ما كبرت بيرجع هو رجع يرسمه من أول وجديد، هي بدايته وهي نهايته. فالإليستريتر ميزته قد ما كبرت ما بتتشوه الجودة الأصلية للصورة. يعني هلا من ناحية شهادات مهارات، مشكلة الكمبيوتر انه فيه اختصاصات كثيرة كثير. أول شيء أنا بدي شهادة مهارة، بدي أحدد المجال اللي بدي إياه. طيب من ناحية سوق العمل شو بده؟ هلأ سوق العمل لما تطلع عليه بشكل عام، هلأ هدول أي شركة بغض النظر عن مجال عملها بدهم حدا مختص شبكات مشان إدارة شبكتهم. إجباري في عندهم عدد موظفين بدهم يحطوا لهم كمبيوترات. طيب الشركة تعمل عن بعد، مو مشكلة، بالنهاية عندهم سيرفر عم يتصلوا فيه الموظفين لبيوتهم، فإجباري واحد مختص شبكات. اثنين، قواعد بيانات كمان أساسية. ليش؟ بدي خزن بيانات جميع الموظفين، بيانات جميع العملاء أو الزبائن تبعاتي، وأصلهم وحللهم لطالع منهم شيء مفيد أو ألغيه. التسويق الرقمي هاي مجال جديد بسوريا هلأ عم يعتمدوا عليه كتير. يعني حتى بيجي على الأبسط، في هلأ صار مثلاً من شان زيادة الدخل اجوا ربات منازل قاعدة بالبيت ما عندها شيء، الدنيا كانت شتاء، تجيب صوف عم تشتغل فيه بدها تبيعه، بينما انه كانت تنزل على محل وما يعطيها شوية ربح، الربح رايح للمحل. هون عملت منتجات صوفية بينهم صفحات على الفيسبوك انه بعت لي القياسات اللي بدك اياها، بعت لي الموديل اللي بدك اياه نسوي لك اياه. بالنسبة لي كمستهلك انا زي اشتري عم باخذ أرخص من لما أشتري من محل، بالنسبة للي باعه اشتغله ربح أكتر لأنه ما عاد في وسيط تاجر، صار هو عم يعمل المنتج تبعه ويسوق له. أنا عندي منحلة اشتريت خليتين نحل عم يطلعوا لي عسل، بين ما هالعسل روح بيعه لمحل يرجع المحل يبيعه في ربح المحل، بين ما أنا بيعه مباشرة للمنتج. بتلاقوا هلا كتير مثلا بسوريا صفحات فيسبوك شغلتها بيع قطع، وكلهم منتجات مختلفة حسب المجال اللي أنا فايته، وكله عطيني عنوانك اتصل الشغلة اللي أنت طالبها عبيتك تدفع حقها. أو في منه مثلا بين المحافظات إذا مو على البيت بأسوأ الحالات أنه بوصل لك إياها عن طريق شركة نقليات قدموس هرم اللي هو تعطيني أقرب فرع إلك وتروح تسلمها من هنيك تدفع حقها بالشركة. فمجال التسويق الرقمي كمان مجال جديد بسوريا، مو جديد بشكل عام، كانت سوريا بالفترة الماضية تقريباً ما فيها عمل، رجع هلأ الحمد لله الأوضاع لأحسن، بلشت الأعمال تتحسن، فهدول المجالات كلها مطلوبة. أنا هلأ إذا بدي هذه شهادة مهارة اشتغل فيها أي مجال ما بعرف، هي توجهات الشخص هي اللي بتحدد له. يعني مثلاً مجال التصميم، ما في شركة ما عندها لوجو، ما عندها هوية بصرية، بدون يصمم بروشورات إعلانات إلى آخره. طب هدول عندي مصمم صور الإعلانات، هي بده يصممها، بده واحد بيشتغل على برامج معالج صور مثل فوتوشوب، إليستريتر، إنديزاين إلى آخره. أنا أقول لك تعلمون؟ لا. ليش؟ هالبرامج الأدوات تبعها سهلة، أنا ممكن أعلمها لأي شخص، ولكن هي البرامج بالذات ما في يستخدمها أي شخص. أنا لو عرفت الأدوات، ميزة التصميم بده رؤية، بده يكون الشخص أساساً عم يبدأ يطلع فكرة ليقدر يصممها. أنا ما بدي يكون والله مصمم بعرف أدوات البرنامج بس اللي شو بدك صمم لك لساوي لك يا، هيك ما بنجح كمصمم. لهالسبب شهادات المهارات صحيح متنوعة ولكن مو كلها بتناسب جميع الأشخاص. وهون أهم من مجال الدراسة هي الاهتمامات الشخصية. الشخص دائماً يبدع بالمجال إذا حبه، أما شخص ما له حابب هذا المجال مستحيل ينجح فيه. بيتعلمه، إذا بسأله سؤال ممكن يجاوبني وجوابه بيكون صح، ولكن ما يكون مبادر فيه. ليبادر يبدع بأي مجال بده يكون عم يشتغل بمجال هو بيحبه. فشهادات المهارات كتيرة، سوق العمل بيتطلب جميع الشهادات،
طبيعي باختلاف الدرجات، انه في شهاده بلاقي هالشركه طالبين بدهم 20 واحد، من هي بدي واحد ماشي، كله مطلوب كله مطلوب. ولكن انا اللي سوق حالي بسوق عمل، اول شيء بدي اختار الشهاده اللي بتناسب مجال عملي، بتناسبني انا، حاببها كشهاده انت ممكن ابدع فيها. وبس اخذت هاي الشهاده، لا يكفي لانه وجود الشهاده معي، الشهادات كلهم كشهاده مهارات، اذا واحد بيشتغل شوي عليها بينجح بامتحان اي شهاده وبياخذ الشهاده. ولكن في فرق بين اني اعرف الاساسيات ويضل بدي مين يوجهني، بينما اني اكون مبدع بهذا المجال اشتغل بدون توجيه. هون دائما في عنا الشغله الشخصيه، كل شخص هو يحدد.